أشرقي يا شمس إنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح. غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء. كلنا فهل جميل ووئام وسلام، ينشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. يوم جديد ينشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين. الصباح وأنتم هو يومنا الجديد، فإذا أشرقت الشمس وتنفس الصبح اتخذنا مواقعنا لننقل لكم صورة حية ومباشرة لمجلتنا التلفزيونية، والتي تأتيكم عبر شاشتكم شبكة المجد وعبر برنامجكم المتجدد برنامج يوم جديد. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، وإلى أولى فقراتنا كما تعودنا إشراقة قرآنية نستمع فيها إلى آيات من الذكر الحكيم، ثم نعود إليكم لنستكمل ما تبقى من الفقرات. كونوا معنا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. في هذه الآية يبين ربنا عز وجل أن القرآن أحسن الحديث، فمن أراد أن يستمتع بكلام الله عز وجل، من أراد أن يطمئن قلبه، من أراد أن ينشرح صدره، فعليه بكلام الله عز وجل، يتلوه، يتدبره، يقرأه، يستمتع به، يتلذذ بتلاوته، فهو أحسن الحديث. كم من الناس قد يسعد ويتلذذ ويأنس بحديث الناس، الأصدقاء، الأصحاب، لكن المتعة الحقيقية هي في كلام الله عز وجل، هي في مناجاة الله بقراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنيئا، هنيئا لمن عاش مع القرآن، وهنيئا لمن تدبر القرآن، وهنيئا لمن تلذذ بالقرآن، وهنيئا لمن أشغل وقته بالقرآن. فالقرآن هو كلام الله، هو الحلاوة في هذه الدنيا، هو المتعة، هو الأنس الذي نزل به جبريل عليه السلام على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام أشرح الناس صدرا. ومن أراد أن يتلذذ وأن يستمتع في هذه الدنيا فعليه بكلام الله عز وجل، يقرأه، يتدبره، يعيش معه، يتلذذ به، يأنس به، يشغل وقته به، سيتغير حياته بإذن الله. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن لتكون هذه الحلاوة لنا في قلوبنا في هذه الدنيا. فبكل حرف من عجائب وحيه نبأ يبشر أو نذير يقرع. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حلاوة القرآن ولذة القرآن وتدبر القرآن والعيش مع القرآن والأنس بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم جديد ينشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مجددا بعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة مع تفسيرها مع فضيلة شيخنا، ونستكمل معكم فقراتنا بداية مع هذه الأخبار أو هذه الجولة الصحفية، وإلى الخبر الذي طالعتنا به صحيفة عكاظ. تقول: وزير الصحة يوجه بنقل الطفل السيامي من أبها إلى الرياض. وجه وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بنقل الطفل السيامي الذي ولد مساء الخميس بأبها
إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض. كذلك أورد صحيفة المدينة تحقيقا بعنوان الجوال يتحدى لائحة السلوك في المدارس، قالت فيه: كيف ينتبه الطالب لمعلمه في الفصل إذا كان يقلب مقاطع مخلة بالآداب؟ تلك هي القضية التي تفاعلت ولا زالت تثير أزمة داخل مدارس البنين والبنات، لدرجة أن البعض يؤكد أن تلك الجوالات تتحدى بشكل فعلي لائحة السلوك داخل تلك المدارس، وهو ما دعا إليه المطالب وهو ما دعا إلى المطالبة بمنع دخوله إلى الفصول. كذلك هناك خبر أطلعتنا به صحيفة الرياض يقول: أمانة الشرقية تتجه مراقبة مشاريعها بالأقمار الصناعية. كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بأن أمانة الشرقية تتجه إلى مراقبة سير المشاريع المزمع تنفيذها بالمنطقة أو الجاري تنفيذها عبر الأقمار الصناعية لملاحظة نسبة النجاح في سير المشاريع وحل العقبات التي قد تعترض بعضا منها. كذلك هناك خبر أطلعتنا به صحيفة الاقتصادية يقول: تحديد 22 مؤشرا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حددت هيئة السوق المالية السعودية 22 مؤشرا يمكن من خلالها التعرف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت إن هذه المؤشرات كفيلة بتمكين الأشخاص المصرح لهم من كشف العمليات المشبوهة. هناك خبر أيضا طالعتنا به صحيفة الشرق الأوسط تقول: الشورى يفحص أداء وزارة التجارة اليوم. يسلط مجلس الشورى اليوم مجهره على وزارة التجارة والصناعة حيث يقيم أداءها خلال عام مضى. وفي ختام هذه الجولة خبر طالعتنا به صحيفة الجزيرة يقول: الإعلان عن البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2014. انتهت اللجنة الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2014 تصميم البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض هذا العام الذي ينطلق يوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى من عام 1435 ويستمر لمدة 10 أيام. بعد هذه الجولة الصحفية والإخبارية أعزائنا المشاهدين سوف ننتقل وإياكم إلى هذا التقرير الذي أعددته في الأسبوع الماضي عن مركز أجواد للرعاية المجتمعية، وسوف نعود بإذن الله بعد التقرير لنتشرف باستضافة المشرف على المركز للحوار عن هذا المركز وعن فروع هذا المركز خلال لقائنا في قهوة الصباح. كونوا معنا. يوم جديد في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أنشئ مركز أجواد للرعاية المجتمعية ليتولى رعاية المشردين والتائهين النفسيين في الشوارع والحدائق والمرافق العامة. حقيقة هذا المركز أنشئ ليتولى رعاية وتأهيل المرضى النفسيين التائهين والمشردين المرفوضين من قبل أسرهم، ولا يوجد أي جهة تقدم لهم أي رعاية. لدينا فريق فني متخصص يقوم بدراسة الحالة ويحدد الخطة التأهيلية والعلاجية للمستفيدين. يرأس الفريق استشاري الطب نفسي وأعضاء الفريق أخصائيين نفسيين واجتماعيين وممرضين. الحقيقة المركز قائم على دعم الجهات الخيرية والقطاع الخاص ورجال الأعمال وأيضا الدعم الحكومي. إن هي يعني مجلس المركز له مجلس إشرافي، والمجلس أقر في خطته للعام الحالي افتتاح فرع في منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة بناء على دراسات وإحصائيات متوفرة لدينا أن هناك حاجة لافتتاح فرع لجذب واحتواء المرضى النفسيين التائهين في المنطقة وتقديم لهم الرعاية المماثلة للرعاية المقدمة في المركز حاليا في الرياض. وقد تولى المركز ما يقارب 40 حالة خلال عام واحد من إنشائه، وقام بتقديم المساعدة لهم بدءا بفريق الوصول الذي يباشر البلاغات عن وجود أمثال هذه الحالات، وانتهاء بالعناية الشخصية التي يقدمها المركز للنزلاء. أشخاص رفضتهم الأسر والمجتمعات من المرضى النفسيين المشردين جمعهم هذا المركز من الحدائق والشوارع والمرافق العامة ليقدم لهم خدمة نوعية كأول خدمة من هذا النوع على مستوى الشرق الأوسط. لقناة المجد الفضائية عبد الرحمن العمري الرياض. يوم جديد.
بفجر جاء من بعد الظلام جاء من بعد الظلام. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين بعد متابعتكم لهذا التقرير، وقد تعمدنا أن نجعل التقرير كفكرة مبسطة لهذا المركز حتى نخوض في الحوار والاستطلاع حول هذا المركز أكثر مع ضيفنا. دعوني أرحب بالمدير التنفيذي للجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية والمشرف العام على مراكز أجواد للرعاية المجتمعية الأستاذ سعيد بن سالم الأسمري. أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله، يا مرحبا. بداية أستاذ سعيد، لو تحدثنا عن ماهية المركز كفكرة مجردا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في البداية أحب أن أشكركم على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على هذا المركز لتعم الفائدة بإذن الله تعالى. الحقيقة مركز أجواد للرعاية المجتمعية هي فكرته أن يقدم الرعاية والتأهيل للمرضى النفسيين التائهين والمشردين المرفوضين من قبل أسرهم، والذي لا توجد لهم أي جهة تقدم لهم أي خدمة رعاية أو تأهيل، ويتواجدون في الأماكن العامة وفي الحدائق. فهذه فكرة المركز أن يحتويهم ويقدم لهم هذه الخدمة. جميل. لو حدثنا عن نشأة المركز، متى نشأ المركز؟ الحقيقة المركز هو نشأ بعد أن أدركت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية أهمية وجود برنامج أو مشروع يخدم هذه الفئة، فئة المرضى النفسيين التائهين. واللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية هي أنشئت من بقرار سام كريم من مقام مجلس الوزراء، ويرأس مجلسها معالي وزير الصحة. ومن أهدافها بناء الشراكات المجتمعية لتنفيذ بعض البرامج التي تعزز الصحة النفسية وتخدم الفئات ذات الحاجة. فأنشئ المركز انطلاقا من هالفكرة، وبناء على إحصائيات علمية عن وجود هذه الفئة من المرضى النفسيين التائهين المشردين الذين لا يوجد لهم من يتولى رعايتهم ومرفوضين من قبل أسرهم. وأنشئ المركز حقيقة بشراكة مع إحدى المؤسسات الخيرية وتحت مظلة اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، وكان حقيقة خطوة موفقة ولله الحمد. بدأت تشغيل من غرة شهر محرم 1434 للهجرة، واستطعنا أن ننسق أدوارنا وخدماتنا ونقدم الخدمة للفئة بشكل يحفظ كرامتهم ويؤهلهم إلى الاعتماد على أنفسهم قدر الإمكان. نعم، لو حدثتنا عن هذه الفئة تحديدا، ما هي هذه الفئة؟ هل هم مرضى الهومليس أو أنهم مرضى نفسيين بشكل عام؟ ما هي هذه الفئة التي يستهدفها المركز؟ الحقيقة فئة المركز هم الفئة المستهدفة من خدمة المركز هم المرضى النفسيين التائهين المشردين الهومليس، وليس المرضى النفسيين الذين لدى أسر أو المرضى النفسيين الموجودين في المستشفيات. إنما مرضى نفسيين لم تقدم لهم خدمة في المستشفى ولا يوجد لهم أسرة ترعاهم، وإنما هم موجودين في الشوارع وفي الحدائق والأماكن العامة. المركز يستهدف هذه الفئة لتقديم الخدمة لخدمة فريدة من نوعها، حيث يعتبر المركز هو المركز الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمة لهذه الفئة بالتحديد. فهذه الفئة هي فئتنا المحددة، وبالتالي برامجنا مخصصة موجهة لخدمة هذه الفئة. آلية الخدمة التي يقدمها المركز وكيفية تنفيذ هذه الخدمة؟ الحقيقة آلية الخدمة، طبعا نحن لدينا شروط في استقبال الحالات. أولا أن تكون الحالة محولة من إحدى المستشفيات المتخصصة أو العيادات المتخصصة الملحقة بالمستشفيات العامة، أقصد العيادات النفسية. يتم طبعا الحالة يتم العثور عليها من قبل الدوريات الأمنية، والدوريات الأمنية بحكم دورها تنقل إلى أقرب مستشفى صحة نفسية. مستشفى الصحة النفسية الدور المطلوب منه هو الكشف عن الحالة وتقييمها من ناحية الطبية وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ومن ثم دراسة وضع الحالة. إذا كان لا يوجد له أسرة أو أنه يعني وهو فعلا تم العثور عليه في الشارع والحدائق، يتم تحويله مباشرة للمركز وفق نموذج
معد لهذا الخصوص، ومن ثم المركز يقدم خدماته وفق لآلية البرامج المقدمة. طبعا أول ما يعني تصل الحالة المركز يتم تدقيق الأوراق ونموذج التحويل، ومن ثم يتم إجراء العناية الشخصية اللي هي عبارة عن الاستحمام والنظافة وما إلى ذلك من خدمات أولية تقدم للمريض، ثم أيضا تقدم له الوجبات الغذائية، ويتولى هذه المهمة المنسقين الفنيين في المركز، ثم يأتي دور الأخصائي الاجتماعي باصطحاب المستفيد أو الضيف في المركز وتعريفه ببيئة المركز والخدمات المقدمة له، نوعا من يعني توجيه الإطمئنان للمستفيد للبقاء في المركز. أيضا بالمناسبة مركزنا مركز الخدمة فيه اختيارية، لسنا مستشفى أو خدمتنا أو أن المركز أبوابه مغلقة، أبوابنا مفتوحة، المستفيد يقدم له الخدمة وبإمكانه التجول، بإمكانه الخروج والعودة في أي وقت أراد وفق بعض الضوابط التي تخدم ضمان آلية تقديم الخدمة المناسبة في المركز. نعم. الآن أصبحت بعض المستشفيات يعني نسمع أنها ترفض الكثير من الحالات لوجود اكتفاء أو لعدم وجود فرصة للتنويم، يعني هل قدمتم أنتم مساعدة لهذه المستشفيات؟ هل قدمتم عروض لهذه المستشفيات بحيث أنكم تحتوون هذه الفئة التي لا تجد مكانا؟ والله المركز حقيقة هو تجربته في تقديم الخدمة للهوملس أو المرضى النفسيين المشردين ما يقارب السنة والنصف، والحقيقة تجربة الحمد لله يعني أنا أعتبرها تجربة ناجحة، والدليل على الإحصائيات التي يمتلكها المركز من تاهيل الحالات التي قدمت للخدمة. أما بالنسبة للسعة السرية في مستشفى الصحة النفسية، حقيقة فعلا نحن نشعر بما يعاني من الزملاء في المستشفيات من ضغط في الأسرة، ولهذا المركز حقيقة قدم يعني اقتراح للشؤون الصحية بمنطقة الرياض على إبرام اتفاقية تعاون بين المركز وبين الشؤون الصحية متمثلة في مجمع الأمل الصحي النفسي بالرياض لتقديم الخدمة للمرضى النفسيين المستقرين داخل الأقسام منومين، ولكن لا يمكن خروجهم لعدم وجود من يستلمهم، فالمركز قدم هذه الخدمة لتكون رديفة للخدمة التي قدمها بناء على تحديد التزامات والطرفين، طرف المركز وطرف الشؤون الصحية ومتمثلة المجمع، ونحن يبدو لنا الاتفاقية إن شاء الله على مشارف الانتهاء وهي لدى الإدارة العامة للشؤون الصحية منطقة الرياض، وإن شاء الله أنها تتكلل بالنجاح ونرى نتائجها بما يخدم المرضى وبما يتيح الفرصة أيضا لدخول مرضى هم في حاجة التنويم ونظرا لقلة السعة السرية الموجودة حاليا. جميل. نحن بعد زيارتنا للمركز يعني رأينا الكثير من المرافق الموجودة داخل المركز، حتى نعرف السادة المشاهدين بهذه المرافق، ما هي هذه المرافق والبرامج المقدمة للمستفيدين في المركز؟ والله الحقيقة احنا حرصنا أن يكون المركز بيئة جاذبة ومناسبة للمرضى النفسيين التائهين، وبيئة بديلة بيئة صحية بديلة عن البيئة التي كانوا يعيشون فيها اللي هي الأماكن العامة، فحرصنا أن يكون لدينا مسطحات خضراء، لدينا صالة رياضية، لدينا غرف لأجنحة نوم، لدينا جلسات فردية وجماعية، لدينا ديوانية، لدينا صالة طعام كبيرة، لدينا أدوات العناية الشخصية من حلاق ومن أدوات الملابس والعناية الشخصية كاملة، أيضا لدينا فريق فني متخصص وهذا أهم نقطة في الموضوع، في الفريق طبعا برئاسة الدكتور عبد الحميد الحبيب هو استشاري الطب النفسي ورئيس المجلس الإشرافي للمركز وعضوية مدير المركز والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والممرضين المنسقين الموجودين في المركز. الفريق هذا أسبوعيا يدرس الحالات دراسة كاملة ويعد الخطة التأهيلية والعلاجية لكل حالة ويتم متابعتها والوقوف ورصد الملاحظات، وبالتالي هذا هو حقيقة صلب العمل في المركز الذي يساعدنا على تقديم الخدمة التأهيلية وملاحظة التطوير وأيضا الوقوف على جوانب الضعف وجوانب القوة لكل حالة، وكل حالة لها معطياتها الخاصة، وبالتالي نستطيع أن نقدم خدمة أفضل. أحب أن أنوه أن المركز حقيقة
يعني اتضح له أن الدوريات الأمنية بحكم اجتماعات ولقاءات عقدت بينه وبين إدارة الدوريات الأمنية من منطقة الرياض أن الزملاء في الدوريات الأمنية كانوا يعني يتم العثور على الحالات التي يتم الإبلاغ عليها أو يحصل منها أذى، فبالتالي نحن شكلنا فريق أطلقنا عليه فريق الوصول، وهذا الفريق مهمته أن يجوب الشوارع بحثا على المرضى النفسيين الهاديين الذين لا يصدر منهم أذى ولا يمكن أن يعني أن 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 تنقلهم الدوريات الأمنية إلى المستشفيات. وهذا الفريق حقيقة حقق نجاح ولله الحمد في استقطاب عدد كبير من المرضى النفسيين الذين هم بحاجة إلى الرعاية والتأهيل. نعم، لا شك أن من خلال التجربة التي مرت عليكم مع هذه الحالات هناك مواقف تبقى عالقة في الذاكرة، لو حدثنا عن أبرز هذه المواقف التي حصلت لكم مع حالات أو المرضى. والله المواقف كثيرة ولكن قد لا يسمح الوقت بسردها بشكل كبير، لكن لعلي أذكر حالة حقيقة كانت بجوار إحدى المساجد بمنطقة الرياض، ويعني بلغنا بوجود الحالة من قبل أحد السكان الحي، واتجه فريق الوصول إلى هذه الحالة ووجدنا حالة حقيقة صعبة، كان لا يتكلم وكان حالته الجسمية متهالكة وكان في وضع سيء للغاية، وبالتالي حنا استطعنا أن ننقله ونود يعني نرسل إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، وتنوم في مستشفى عام لمدة أسبوع ثم حول للمركز، والمركز استطاع أن يدرس حالته والتعرف عليه. بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع استطعنا أن نتعرف إلى أسرته، وأسرته كانت من يعني سكان منطقة مكة المكرمة، والحقيقة كان نقلة نوعية في تطور هذه الحالة، وأيضا الأمر المفاجئ الكبير أن حينما اتصلنا على الأسرة ذكرون أنهم منذ 7 سنوات هم يبحثون عنه ولم يستطعوا الحصول عليه. نعم، ولكن كان أوضاعهم يعني الاقتصادية والمادية صعبة شوي، فالحمد لله كانت فرحة كبيرة. طبعا الأسرة انتقلت من منطقة مكة إلى الرياض وزاروه وتطمنوا عليه، وكان موقف حقيقة موقف جميل وموقف عاطفي كبير جدا، ويعني نحن هذه المواقف هي التي تدعمنا للاستمرار وإلى العمل. وأيضا حالة أخرى كانت أكثر من 10 سنوات مفقود من أسرته، وهذا اتضح بعد تعرف على الأسرة أنه مفقود، وهو كان يرفض الكلام ويرفض الأكل ويرفض التعاون، وبالتالي استطاع المركز عن طريق التدخلات المهنية التعامل مع الحالة، واستطاع أن يقدم الخدمة الواجب تقديمها، وبالتالي الحمد لله الحالة تحسنت وأسرته تم التعرف عليهم. وأيضا ناهيك عن الحالات التي نجحنا معها وعادوا إلى أسرهم وتفهموا وضعهم واستطاعوا أن يرعونهم ويساندونا في تقديم الخدمة حفاظا على الخدمات اللي قدمت وأيضا حفاظا على بقاء استقرار الحالات. جميل، الحقيقة الرائع في الأمر أننا عرفنا أن بعض الحالات تستطيع بعد بقائها في المركز بمدة أنها تستمر أو تكمل حياتها مع أهلها، وهذا شيء جميل وعمل إنساني جليل. بعد مضي هذا العام من العمل والجهد الجهيد، ما هي خطتكم القادمة أستاذ سعيد؟ والله الحقيقة المؤشرات إيجابية في العمل، وبالتالي هذا ما قاد المجلس الإشرافي للمركز أن يعتمد خطته للعام الحالي، ومن أبرزها أول استمرار الخدمة لهؤلاء الناس، وأيضا افتتاح فرع مماثل لفرع مركز أجواد الرعاية المجتمعية بالرياض، افتتاح فرع آخر بمنطقة مكة المكرمة. وبالمناسبة نحن الآن وعلى الهواء من استوديوكم في محافظة جدة، بالأمس وقعنا عقد استئجار فرع بمنطقة مكة المكرمة. جميل. الخطة الأخرى أيضا إدخال تدشين مشروع جديد أطلق عليه مشروع الدعم والمساندة للفئة للمرضى النفسيين في منازلهم، وهذا المشروع فكرة تحسين بيئة المرضى في منازلهم. فريق من المركز متخصص
يتعرف على المرضى النفسيين في منازلهم ويقوم بزيارتهم في المنزل ويتفقد أحوال المريض في البيت، ممكن يحسن البيئة، الغرفة، الملحقات، ما يحتاجه في البيت، يقدم له العلاج، يكون زيارة دورية له لتحسين البيئة في البيئة في المنزل، وأيضا أيضا تدريب الأسرة على كيف الرعاية بالشكل اللائق الذي يحفظ استقراره من الناحية النفسية والعضوية. جميل. الحقيقة أنه الوقت ضاق علينا ولا المحاور يعني كثيرة. شكرا لك أستاذ سعيد بن سالم الأسمري، المدير التنفيذي للجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية والمشرف العام على مراكز أجواد للرعاية المجتمعية. شكرا لك. شكرا لكم، وأتمنى أن وفقت في إضافة ما يمكن إضافة للسادة المشاهدين. شكرا لك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، سوف نعود إليكم بإذن الله بعد هذا الفاصل بإذن الله لاستكمال ما تبقى من فقراتنا، كونوا معنا. يوم جديد. الخيار يعد من أهم الخضروات نظرا لما يتمتع به من سرعة في النمو والنضج واحتوائه على العناصر الغذائية المختلفة من فيتامينات وأملاح معدنية والأنزيمات التي تساعد على هضم المواد البروتينية. وبحسب دراسة أعدها خبراء التغذية، فإن الخيار علاج فعال لتنظيم درجات التوازن الحامضي القلوي في الاثنى عشر والمعدة، ومفيد لعسر الهضم، ويساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم، كما أن له تأثيرا علاجيا على أمراض الروماتيزم والنقرس، ناهيك عن الوقاية من أمراض الغدة الدرقية وتقوية الأسنان واللثة. وتستعمل قشور الخيار لعمل كمادات لتخفيف الصداع وإزالة علامات الإرهاق. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، شكرا للزميل عوض البكاري على هذه الفقرة التي يمتعنا بها دائما، دقيقة لصحتك. نستكمل معكم فقرة الراصد التي تقول: من أشهر تغريدات تويتر العالمية تغريدة أعيد نشرها لمؤسس الواتس أب، كتبها في 2009 عندما تم رفض قبوله للعمل في شركة فيسبوك، ثم أسس بعدها برنامج واتساب والذي باعه لهم مؤخرا مقابل 19 مليار دولار. أيضا من الصور الأكثر انتشارا في الانستغرام صورة قلب أمجد، حيث قامت إحدى الأمهات برسم قلب ابنها الصغير أمجد وكتبت داخله أسماء صور جزء عمه، ومن ثم يقوم بتلوين الصورة التي يحفظها وتقول له: كلما حفظت صورة سيمتلئ قلبك بالقرآن. وهذه فكرة جدا جميلة وتربوية وهادفة، ويسرنا حقيقة أن نرى مثل هذه الأفكار وهذا الفكر النير لدى الأمهات. أيضا من أنشط الهاشتاجات البارحة على تويتر هاشتاج أفضل تغريدة عن الصلاة، والذي احتوى أكثر من 2000 تغريدة، من ضمنها هذه التغريدة الذي كتب فيها: الصلاة للوجه نور، للذنب طهور، ضياء في القبور، تجلب السرور، ملاذ العبد الشكور، تجارة لن تبور. كذلك من التغريدات الطريفة الأكثر تداولا بأكثر من 1800 ريتويت تغريدة للمغرد نايف كتب فيها: أيام المراهقة ضرب 3 شبان صديقي فابتسم، فسألوه لماذا تبتسم؟ قال يقول هتلر: إذا ابتسم المهزوم فقد المنتصر لذة الانتصار. فدبغوه حتى بكى. حقيقة كلمة دبغوه، نطلب نايف بتغريدة أخرى يفسر لنا ما هي دبغوه. من جديد مقاطع برامج اليوتيوب، حلقة كشتة من برنامج وقفة وانت ماشي والذي حقق أكثر من 40,000 مشاهدة في أسبوعين، فلنشاهد ثم نعود إليكم. يوم جديد. وقفة وأنت ماشي فيها تذكير يربي، فيها نصح وإخاء يأتي من قلب لقلبي. وقفة
فيها تمعا واسمع القول ولبي لنداء من محب جاء بالخير وربي جاء بالخير وربي. وشفات من نبع ديني وقفات مع وحي ربي نبذات عن خير خلق عن رسول الله. يا محل المجلس برض الخلية في روضة فيها الخزانة مزاهير. لا يخفى عليكم أحبتي أهمية الإمارة في الرحلات البرية بحيث لا تكون بشكل عشوائي. وفي الحديث إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. ومن الجميل جدا في الرحلات البرية روح الجماعة. أهل ضعطة والمخالق شبين والوسم قفى والسحايب شحيحة والنفس تطلع لنحذر برميد العين ضكك من شعب بقربي تبيحة. أرفع بضاقي للجلا غضي شوين كني بهارة عتل بضريحة. يلا هي من بتمر رياحي من بتخزام وقحوي الوشيحة. يا حفظ في قدرته ميت العين يا الرزق اللي متجذب مديحة. يا واحدة نطلب لبالعسر والليل ويجعل مغالق علينا فسيحة. ومن المهم في الرحلات البرية اقتناء الأجهزة كأجهزة الملاحة مثل الجارمن وأجهزة الاتصال مثل الكنود. ومن الضروري والأهم في الرحلات البرية أن تكون السيارات من سيارتين فأكثر حيث لا قدر الله أحد السيارات غرزت أو تعطلت ولك تستفزع بالموتر الثاني. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام جاء من بعد الظلام. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مجددا ومع ضيفنا الدكتور عبد الله المعيدي عضو هيئة التدريس بجامعة حائل. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا حياك الله حيا الله والمشاهدين الأخوات. أهلا وسهلا بك. الحقيقة أن موضوعنا عن أهمية الوفاق الأسري والوفاق الأسري وهذه المحاور التي تحتاجها الأسرة بشكل أكبر في ممارساتها وفي حياتها اليومية. بداية لو حدثتنا فضيلة الشيخ عن أهمية الوفاق الأسري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة الموضوع يعني تكمن أو تظهر أهميته من خلال معرفة أهمية البيت. والبيت هذا أخي نعمة من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العباد. ولذلك حينما تتأمل في القرآن سبحان الله تجد أن من الآيات اللي تدل على عظمة الله عز وجل يعني في سورة الروم لما جاءت الآيات بذكر الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه مستحق للعبادة ذكر من آيات وجود هذه البيوت ووجود الأزواج ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا البيت ينبني على هذه القاعدة والحقيقة هذه القاعدة يجب الآن أن يعني أن كل رجل وكل امرأة يكتبوها ونبدي أنها تكتب في البيوت هذه القاعدة وهي مودة ورحمة. هذه القاعدة إذا بني البيت عليها صار البيت سعيدا وفيه وفاق وفعلا أخرجنا أسرة يعني عاملة ونافعة. وانت تعرف يعني ما يخفى عليك ولا على الإخوة والأخوات المشاهدين أن أساس المجتمع الأسرة. لا بد أن يكون عندنا أسرة صالحة خالية من المشاكل حتى هذه الأسرة تكون منتجة. يعني كيف سيكون عندنا مثلا من ينفع المجتمع وينتج ويكون صالح ويبدع ويكون ناجح في دراسته وناجح في عمله وعنده مشاكل في بيته وعنده هموم؟ لأن البيت أصلا سكن راحة. أن تأتي من العمل من الدوام يأتي الطالب من المدرسة تأتي البنت من الكلية لترتاح في هذا البيت. الرجل لما يأتي إلى بيته يريد أن يسكن ولذلك جاء هذا التعبير في القرآن لتسكنوا إليها حتى يرتاح البيت يعني الرجل في بيته مع أهله ومع زوجته وكذلك المرأة ترتاح في بيتها. المقصود أن الوفاق مهم لأن البيت لا يمكن أن يعيش أو الأسرة لا يمكن تعيش إلا عن طريق الوفاق. هذا شيء أساسي في الأسرة.
إذا لم يكن وفاق لا يمكن تنجح الأسرة. إذن هذا الأثر الناتج عن الوفاق الأسري. نعم، ولا يعني البيت أصلا لا يمكن يبنى، هذا أساس ركن من أركان البيت أن يكون هناك وفاق. ويعني لو بس عرجنا على مسألة الوفاق، البعض الآن الإخوة المشاهدين المشاهدات قد يقول يعني شو المقصود بالوفاق الأسري وكذا، ترى لا بد يكون هناك توافق بين الرجل والمرأة، لأن أصلا العيشة أو البيت أو الحياة بين الزوج والزوجة هي حياة تكاملية، ما هي حياة يعني بيع وشراء أو عطني وأعطيك. وهذا ترى يخطي الآن بعض الأزواج الآن، يشتكي من كثير من المشاكل، والزوجات تجد أنهم يعيشون على قاعدة عطني وأعطيك أو المحاقة مقابلية. المحاقة هذه ترى مصيبة على البيوت، على الأزواج والزوجات. إذا كان المسألة بيني والله الزوج والزوجة أنا حقي كذا وأنت حقك كذا، صحيح أن الشريعة جاءت بحقوق للزوج وحقوق للزوجة، ترى دائما بالمناسبة يعني دائما الرجال يريدون يتحدث المتحدث أيا كان في محاضرة أو درس وكذا عن حقوق الزوج، حقوق الزوجة من الطرائف العالم يعني نذكرها طرفة جميلة قرأتها في بعض الكتب. يقول أن أحد الأئمة كان يتكلم عن حقوق في رمضان، تعرف فيه دروس، فيعني تجد أن الإمام والخطيب يأتي بكل يوم يأتي بدرس، فقال اليوم نبغى نتحدث عن حقوق الزوج أو الزوجة، بدأ بالزوجة فتكلم، وتعرف النساء حضرنا الصلاة انبسطت، أحد النساء انبسطت وبدأت ترسل للشيخ وتقول جزاك الله خير وهالحديث هذا جميل، وبدأت تدعي. فلما جاء من يعني بعد يومين قال اليوم تكلم عن حقوق الزوج، فتكلم مرأة حاضرة، فقال بدأ يتكلم والزوجة عليها كذا ويجب عليها كذا، فقالت هذا مو من عندك، هذا مو من الله، هذا من عندك من كيسك أنت يا أبو. فالمقصود أن القاعدة أنه يحذر الزوج والزوجة من قضية المحاقة، بل يجب عليهم يكون بينهم وفاق حتى يبنوا هذا البيت، يكون بينهم مودة. والوفاق هذا طبعا له قواعد ينبني عليها، يجب أنه ينتبه لها، ويجب أن الزوج يعرفها والمرأة تعرفها. ولا بأس كما قلت أنا يعني لا يعني لا ليس هناك ليس خطأ ولا بدعا أن الزوج يطلب حقوقه وأن المرأة تطلب حقوقها، وأن يعرف كل منهم حقوقه. هذه ترى فقه حقوق الزوج والزوجة هذه مسألة غائبة اليوم عند كثير من الناس. بعض الناس الآن بعض الأزواج مثلا لا يعرف إلا حقوقه هو، وذلك أنت مثلا بعض الأزواج، وإحنا بندخل على الرجال شوي يعني صير اليوم في يعني الإشكالية أخوي عبد الرحمن، الإشكالية الله يغفر لك ولمن يسمع، هي قضية أن الزوج أحيانا لا يعرف إلا حقها. أكثر الأزواج اللي ما يعرف إلا الرجال قوما عن النساء، لكن يتناسى وعاشرون بالمعروف، هذه قاعدة المرأة، هذه سبحان الله الوصية العظيمة، عاشرون بالمعروف. وكذلك المرأة أحيانا تطلب حقها وتنسى حق الزوج، لكن ما هو الجامع لهذه الأشياء؟ هو أن يكون بينهم توافق حتى تمشي الأسرة وتعيش ويكون البيت فعلا راحة وسكن. وإذا كنت لتتخيل أحيانا لو الآن تخيلنا المشهد بس فقط، هذا بيت تتعالى منه الضحكات والجلسة على الغداء والعشاء والسرور، والزوج لما يدخل البيت يحس أنه داخل إلى جنة، وكذلك المرأة بسبب التوافق. لكن بعض البيوت انقلبت إلى جحيم الآن. الآن نسبة الطلاق والمشاكل مخيفة، والله مخيفة. أنا أعمل في الجانب الأسري، ليش أقول هالكلام هذا؟ حتى أبين لك الإحصائية الرسمية، نسبة الطلاق في سنة من السنوات وصلت 50%. يعني هذه نسبة مخيفة جدا. يعني لو عندنا مثلا في هالصيف هذا تزوج عندنا 10,000، 5,000 طلقوا، النصف. إيه، وش المشاكل؟ عدم التوافق. فلذلك يعني يجب على الزوج والزوج ينتبه لهذه القضية، قضية التوافق الأسري. نعم، التوافق هل نستطيع أن نقول أنه شيء يخلق في بيئة الأسرة، أم أنه جبلة يكون موجود بين الرجل والمرأة؟ هل تستطيع الأسرة يعني تخلق هذا التوافق بينها، أو أنه موجود جبلة؟ هذا يقودنا المسألة مهمة، وهي إيش؟ أنه لابد نركز عليها قضية تعلم فن التعامل مع الزوج، يعني الزوج مع الزوجة وكذلك الزوجة. لابد أن يكون هناك يعني هو قد يكون جبلي أحيانا، يعني أحيانا بعض الأزواج عنده استطاعة أنه يتقبل يصبر حليم، هذا نوع من التوافق ترى، وحنا بنذكر يعني في قضية التغافل وكذا سنعرج عليه. وكذا قد تكون الزوجة حليمة وكذا، لكن هنا يأتي السؤال، لما يكون الزوج غير حليم مثلا، بعض الزوجات تقول والله زوجي أنا غضوب، هي صادقة في هذا، أو بعض الأزواج الآن يقول والله في زوجتي غضوبة،
أنا ما أقدر أتحملها. هنا نقول لابد أن تتعلم فن التعامل مع هؤلاء، وهذا ترى موجود في السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أبي هريرة يقول إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. شوف التشبيه الآن أعلاه. ليش طيب؟ ليش وصف هذا الوصف؟ وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. طيب ماذا أعمل فيه؟ خلينا اليوم نقول والله واحد رجل اليوم الآن قضية الطلاق، أحيانا والله يتصل شخص على أحد المفتين أو على المسلم، والله طلقت زوجتي ليش؟ قال والله مشكلة غضوبة، تتكلم ترفع صوتها، وصادق في هذا ترى، والعكس على الزوج. لكن هل هذا يدعوك إلى الطلاق؟ يجب أنك تقف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدنا لهذا، يقول بل هو يرشدنا إلى ذلك، وأعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه. بعض الناس يبغى الزوجة على راية وكذلك الزوجة. هنا الواحد يتعلم كيف يتعلم التوافق. أنت لابد أنك تتعامل الآن أمامك شخصية معينة، ولذلك على الزوج أنه يتعامل على حسب شخصية زوجته، وكذلك حتى تمشي الحياة. الزوجة لها عاداتها لها حياتها، كذلك الزوج يجب أن نتوافق ونتعلم. طيب ماذا أعمل؟ قال فإن ذهبت تقيمه كسرته. والله أنا أبغى الزوجة على مزاجي، هذا خطأ كبير. أبغى والله الزوج على مزاجي، طيب ليش ما صلحتي كذا؟ ليش ما تلبسين كذا؟ هذا حق مطلب، لكن أنت يجب أنك تتعلم التوافق وتحاول تكون عندك يعني معرفة كيف تتعامل. فن التعامل الآن يا شيخ فن له معاهد يدرس. لكن حنا نقول للزوج والزوجة أنت إذا ما دخلت هالمعاهد هذه قش يقرأ تعلم، هناك الآن برامج، هناك عن طريق الانترنت فن التعامل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم فن التعامل مع الناس، والزوجة من أحق الناس. كان والله من الصحابة فلان يتعامل معه بشيء معين، شخصية عمر بن الخطاب غير شخصية أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى ابن عمر مثلا ويقول نعم الرجل ابن عمر، ليش؟ لأنه يعرف يأثر فيه كذا. يأتي يقول ما بال أقوام، يقول له فلان كذا. فهذا الزوج يجب أن يفهم طبيعة المرأة. فإن ذهبت تقيمه كسرته. طيب وش أسوي؟ هذا سؤال يسأله، وش أسوي طيب يا شيخ؟ بسيط، الحل بسيط، وإن استمتعت بها استمتعت على ما بها من عوج. بعض العلماء شيخي ذكر فائدة عجيبة عند الحديث، والله أني توقفت عندها. يقول هذا الحديث يظن كثير من الرجال أنه ذم للمرأة، وفي حقيقته هو مدح للمرأة. إيش معناه؟ معناه المرأة ترى رقيقة، والله المرأة ترى تؤثر فيها الكلمة، يؤثر فيها الثناء. يعني بعطيك من الطرف مرة يحدثني أحد الإخوة يقول زوجتي أصلحت لي عشاء طبخة معينة، يقول أعجبتني، فقلت الله يسلم يديك، وش هذا بدأ يثني على الطبخة، يقول جيت تصلحها كل ليلة، قلت خلاص انت. فيعني المقصود أن الرجل يعرف طبيعة المرأة ويتعامل معها ويتعلم التوافق حتى يعني تمشي الأمور بإذن الله عز وجل. نعم. المكاتب أو المستشارين الأسريين، هل ترى أنه بالضرورة اللجوء عند حدوث نزاع أو خلاف إلى هؤلاء المستشارين الأسريين؟ والله شوف يا شيخ، هو الأصل الشرعي أن القرآن أمر الرجل أن يصلح بيته بنفسه كما في الآية المشهورة، وأعطاك الله عز وجل درجات العظة، إن لم تنفع فالهجر، إن لم تنفع فالضرب. فبعد ذلك ينتقل إلى الإصلاح. أنا أقول لو علقت على الضرب يعني في هذا لا، بعطيك بعد يعني قصة جميلة وطريفة أيضا. طيب. فيها يعني أنا أقول الرجل أصلا، شوف الله عز وجل لما قال الرجال قوامون على النساء، إيش نفهم حنا من القوامة؟ ما نفهم إلا الشتم والضرب والعين الحمراء. هذه قاعدة يا شيخ في ثقافتنا خطيرة جدا، مشكلة أن تربينا عليها من الصغر، المرأة ما تمشي إلا بالعين الحمراء، هذا خطأ كبير جدا. القوامة معناها أن تسوس زوجتك بما أمر الله وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القوامة معناها أن تكون حليما، أن تكون كريما، أن تكون رحيما بهذه المرأة، أن تنظر إلى ما تحتاج هذه المرأة. طبعا قد يقول الرجل ليش أنت تخاطبني الآن؟ تقول المرأة أقول لأن الرجل هو المخاطب، هو العاقل، هو المخاطب في أن يضبط البيت وأن يصلح البيت. المرأة قد لا تلام في ضعفها، هذه طبيعتها، لكن الرجل هو اللي يلام. ولذلك يجب على الرجل الحقيقة أن يصلح بيته بنفسه. وطبعا من الطرق هنا أن الإنسان يحاول في النصيحة، يحاول في تعليم المرأة، يحاول أنه يصبر عليها في عدة طرق، إن لم ينفع فيستخدم الهجر.
الذي جاء في الشريعة. إن لم ينفع ينتقل إلى الضرب. لكن في سؤال، وش الضرب؟ وش المقصود فيه؟ أولا عندنا إشكالية، وهي إيش؟ أن أول ما نبدأ بالضرب اليوم، والله في تقرير نشرته مجلة الأسرة، وهذا قديم جدا، أنا ما أقول التاريخ عشان ما تقول كبير ولا شيء، بغير التاريخ. يعني هذا التقرير الحقيقة مخيف، نسبة الضرب عندنا في العالم العربي ككل مخيف جدا. يعني وصلت في التقرير لما كنا هم أنا قرأت يمكن حوالي 10 سنوات إلى حوالي 85%. هذه استبانة. أنت اليوم لما تسمع من كثير من النساء التي تعيش في جحيم، الشيخ والله والله تعيش كثير من النساء في جحيم، الضرب والشتم. الضرب الآن ما المقصود به شرعا؟ ابن عباس له كلمة وتفسير لأي عجيب لما جاء عند هذه، وابن عباس وحبر القرآن، قالوا اضربوهن وحبر الأمة وترجمها القرآن، لما قال اضربوهن قال بالمسواك. إيش معنى هذا؟ معناه أن المقصود من الضرب مقصود من التأديب، ليس الانتقام، ولا نحن نخطي شيخ، يجب ولا الاعتداء الجسدي، ولا ويجب أن نعترف يا شيخ، وترى هذه مهمة للرجل أن يعترف بأخطائه أمام المرأة، مو عيب. إيش العيب أنك تجي لزوجتك وتقول والله أنا أخطأت عليك؟ يعني احنا اليوم مشكلة عندنا فهم للقوامة خاطئ، وهذا ترى يقود المرأة اليوم للوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل. يعني الآن قضية الآن الدعوة إذا تحرر المرأة، إنجاز التعبير هذا، ولو تغريب المرأة، من أسبابها الرئيسية، وأنا يعني أقول هذا ومطلع على الأمر هذا، من أسباب انتقال ووقوع بعض النساء الآن في الدعوات التغريبية هي ظلم كثير من الأزواج. مرأة مثلا على سبيل المثال، مرأة ما عندها زوجها لا يحترمها ولا يهتم بشؤونها ولا يقضي حاجتها ولا 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 يراعي مشاعرها ولا مثلا يذهب وياها في سفرة مباحة أو على مثل طلعة هنا أو هناك من الأشياء المباحة، هي تخرج تبحث عن فرصة فتخرج وتعبر. الآن ادخل تويتر الآن انظر لتعبير كثير من النساء، إيش نتيجته؟ ما سببه؟ سببه الظلم اللي يقع عليها من الرجل والضرب اللي يحصل والأمور والشتم والسب. وهذا الأمر يا أخي لا يليق بالرجل فضلا أن يكون مسلم. ولذلك جاء في الحديث ما أكرمهن إلا الكريم. وانظر للتعبير القرآني، يعني واضح، إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني تبغى تمسك المرأة وتكرمها. يا أخي أهلها لما أعطوك إياها أكرموك، فأنت كن رجلا وأكرم هذه المرأة، وإلا يا أخي سرحها بالمعروف. ولعل التغافل في كثير من المواقف ويعني ترك التدقيق على بعض الأمور، هذا يتيح فرصة لاستمرار الحياة الزوجية بعيدا عن المشاكل والنزعات. يعني متى تكون الصراحة يا دكتور نافعة بين الزوجين ومتى تضر؟ شوف عندنا احنا عندنا في فن التعامل عندنا قواعد، من أهمها ما ذكرت، القاعدة الأولى وهي قضية التغافل، والقاعدة الثانية أنا أقعدها حتى بعض حتى أتمنى اللي يراني الآن يكتب هذه القواعد. القاعدة، وترى القواعد مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنا أقول للإخوة والأخوات، أقول للأزواج والزوجات وكل مقبل على هذه، اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل في هذه السيرة، تأمل فقط في جانب تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في حياته مع أهله، مع زوجاته، مع عائشة، مع صفية، مع خديجة، كيف كان. ستخرج بقواعد لو أنت استمريت يعني بهذه القواعد وعملت بها، والله سيخلو البيت من المشاكل ولن تجد مشكلة بإذن الله عز وجل. وأنت أيضا تتعبد الله عز وجل، أنت لما تتعامل مع زوجتك من خلال السنة أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى. لكن نأخذ القاعدة الأولى وهي قضية إيش؟ التغافل. هذه من قواعد فن التوافق الأسري، لا بد يكون هناك تغافل. التغافل إيش معناه؟ أهل الأدباء والعلماء يعرفون التغافل هو أنك تغضي عن كل كلمة أو عمل يصدر من الآخر، هكذا يقولون. وأقرب الناس لك طبعا بعد الوالدين، لا الوالدان لا يمكن أحد أن يأتي يعني بمنزلتهما، بعدهم الزوجة، عشيرتك التي تجلس معك وتعيش معك، هي من أحق الناس أن تتغافل عنها. طبعا نعيد نقول لماذا دائما الخطاب نقول الزوج يا زوج تغافل كذا، لأن الزوج هو المسؤول الأول وهو المخاطب بهذا. فن التغافل بس يعني نقطة لو سمحت لي فيها، وهي قضية يعني فن التغافل هذه مهمة جدا. لذلك الإمام أحمد، وهذه قاعدة جميلة، يقول العافية 10 أعشار، 9 أعشار، يعني عندنا 10 باقي، بس 9 أعشار في إيش؟ قال في التغافل.
ضد الطرف. وهذا طريقة وأسلوب تختصر الكثير من هذه النزاعات والخلافات. صحيح. الحقيقة يا دكتور أنه عزف الوقت وانتهت حلقتنا. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المعيدي عضو هيئة التدريس بجامعة حائل. شكرا لك دكتور. الله يحييك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم. حتى ألقاكم في لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرقي يا شمس إنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح. غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء. كلنا فل جميل ووئام وسلام، ينشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام.